شغب في الكونغرس في شيلي بسبب اقتحامه من طرف المحتجين من موظفي القطاع العام أمس الثلاثاء الغاضبين بعد تصويت الغرفة السفلى على قانون يبيح للحكومة إعادة النظر في مستوى أجورهم. رئيس الغرفة السفلى أوسفالدو أندرادي اضطر لطلب تدخل الشرطة لإخراج المحتجين الذين كانوا يرددون شعارات منددة بمضمون القانون الجديد بالقوة من القاعة.